Hello everybody النهارده معانا فيديو جديد هنتكلم عن الانجليش بروفوربس او الامثال الشعبيه وهنعرف قد ايه اهميتها عشان نعرف طريقه تفكير الشعوب ونمط حياتهم واسلوب حياتهم كيب watching first proverb باول مثل معانا بيقول too many cooks spoil the broth يعني الكثير من الطباخين يفسدون الشوربه البروس اللي هي الشوربه الخفيفه قوي اللي ما فيهاش اي خضار ما فيهاش اي مجهود ما فيهاش اي حاجه معنى كده ان المهمه مهما كانت بسيطه لكن تعدد الاراء وتعدد القرارات وتعدد القاده بيبوظ الدنيا يعني اخر الكلام المركب اللي ليها رئيسين بتغرق second او البروفيرب نمبر 2 بيقول two wrongs don't make a right. تخيل لو صديق ليك حد عمل معاه مشكله او حد غلط فيه فهو قاعد وبيغلي وبيقول ازاي وكان المفروض اعمل كنت هعمل واسوي ولسه و الكلام ده بنقول له اهدى اهدى ده الله يهديك تو دونت ميك رايت مش معنى ان الحد ده غلط فيك ان الانتقام ده يكون افضل وسيله للرد لا تعالج الخطا بخطا اخر تو دونت ميك رايت لا تعالج الخطا بخطا اخر 3 بيقول لنا the squeaky wheel gets the grease. تخيل لو عندنا مروحة او باب او عجلة بتزيق او بتعمل صوت المزعج بتاع التزييق ده اول حاجة بنفكر فيها ان احنا نحط لها الجريس او الشحم علشان تبطل الصوت المزعج ده كذلك the squeaky wheel gets the grease. يعني العجلة اللي بتزيق هي اللي بتحصل على الشحم طول ما انت ساكت عن حقك مش هتاخده لكن طول ما انت بتطالب في حقك وبتطالب عليه وب... ومش ساكت عنه هيجيلك ما ضاع حق وراءه مطالب The squeaky wheel gets the grease Proverb number four بيقول The pen is my tear than the sword حد القلم أمضى من حد السيف وده طبعا في زماننا ده أكثرهم لأن فعلا القلم والميديا وال... والإعلام كل دولة أقوى وأكثر تأثيرا من الحروب ومن السيف ومن كل الكلام ده فربنا يعافينا من زمن كترت فيه المهرجانات وكترت فيه المسلسلات الهابطة اللي ملهاش أي معنى كترت فيه الوسائل الميديا اللي, اللي, بتخليه مغيب وبتأثر في مجتمعنا أكتر من إيه؟ أكتر من أي حرب حد القلم أمدى من حد الصيف verb نمبر five بيقول لنا keep your friends close keep your enemies closer يعني اجعل اصدقائك مقربين واجعل اعدائك اقرب لكن احنا اي حد يقرب مننا بنعتبره صديق وبنعيش معاه حياتنا جميله ونقوله ونحكيله ونحكي له اسرار احنا ما نعرفش لكن ده غلط مش أي حد يقرب مننا يكون صديق ممكن يكون عدو مقرب عشان يعرف يشوفنا إحنا بنعمل إيه بنفكر في إيه وهنعمل إيه ويكون في الحقيقة عدو مش صديق keep your friends close keep your enemies closer proverb number 6 بيقول empty vessels make the most noise الأوعية الفارغة تصدر أكبر ضوضاء يعني الناس الفاضيه اللي ما حاجه اللي ما فيهاش اللي ما فيش اي مسؤوليات ولا اي تفكير ولا اي حاجه في دماغهم هم دول الفاضيين اللي هيقعدوا يعملوا ويحكوا ويتكلموا ويقولوا حوارات لكن الناس اللي مش فاضيه ما بتعرفش تعمل ده empty vessels make the most noise نمبر 7 بيقول لنا يعني المعنى الحرفي بيقول ان عصفور في اليد يساوي في القيمه 2 على الشجيره اللي هي الشجره الصغيره لكن بما اننا بنحب نكبر شويه فهنقول عصفور في اليد خير من عشرة على الشجر <applause> بروفرب نمبر 8 بيقول لنا أدم دوزن يعني دست بقرش يعني العدد كبير وملهوش اي قيمه وملهوش اي اهميه أدم دوزن الدستة بقرش proverb نمبر ناين نوك أنود wood او تاتش وود يعني امسك الخشب تاتش وود بتتقال في البروتين ونوك أنود بتتقال في امريكان في امريكا الاتنين معناهم امسك الخشب كناية عن الخوف من الحسد وكده بروفور نمبر تين بيقول لنا you can't judge a book by its cover يعني لا تحكم على الكتاب من غلافه معنى كده ان احنا ممكن تلاقي انسان بسيط جدا يبان إنه هو بسيط لكن تلاقيه لما تتكلم معاه وتحاوره تلاقيه عبقري وعنده افكار وعنده حاجات كتيره ممكن مكان بسيط تتخيل إنه هو بسيط من شكله او من من تصميمه لكن تلاقيه مكان مميز جدا ومكان جميل you can't judge a book by its cover الفيديو اعملوا سبسكرايب لايك شير وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد باي باي